السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نحاول نعمل في المحاضرة هذه إن شاء الله مجسم لشخصية، والمحاضرات الجاية إن شاء الله راح نحركها. فعشان أعمل مجسم أنا عندي مجموعة من الصور، أو عندي صورتين. هي عندي الصورة الأولانية السايد فيو، وعندي الفرونت فيو، وعلى أساسها راح أحاول أعمل الشخصية تبعتي. نيجي نحط الصور اللي عندي هدول على بلان ونبلش نشتغل عليهم. انا راح اجي احط بلان واحط صورة السايد فيو عليه، اصلا فابورات ماتيريال، ونيجي نحمل الصورة. انا عايزها من ملف، واحدد مكان الملف كان عندي سطح المكتب، وهي اوب. اتأكد ان المشهد هيك مناسب. خليني بس ابتداء احط الشخصية عندي في النص تقريبا زي هيك. خليني اتأكد، يعني تقريبا بتهيألي هيك مناسب. والله بدنا نعرضها شوية، خلينا نعرضها شوية صغيرة هيك، بتهيألي كويس. انا راح امسكها وعملها كنترول دي، وعملها كنترول دي، وخليني عملها دوران 90 درجة. انا مش عامل خاصية السناب، خليني اعمل خاصية السناب 5 درجات، وانا عايز ادورها انا 90 درجة بهيك شكل. راح اروح على السايد فيو اللي هي هذه، واغير الخامة اللي عليه، اصاين فابورايت ماتيريال لامبر، نختار الصورة تبعت السايد فيو. صار انا هيك في عندي صورتين. اهم شغلة عندي وانا بتعامل مع الصور ان اتأكد ان الصورتين متقاطعات صح. يعني لو انا عايز اسحب هذه هان، خلينا نرجعها لورا شوية، واتأكد انه الوجه عند الوجه، والايد عند الايد، والقدم عند القدم. تهيألي الامور ظابطة، مش عندنا مشاكل. اذا راح اخذ الصورة للفرونت، اسف، راح اسيب الفرونت زي ما هي، واسحب هذه هان، عايز ارجع هذه لورا شوية، وانا احط المجسم تبعي في المنطقة هذه، في الفراغ ما بين الصورتين، في المنطقة هذه. اتأكد ان الصورة عندي في النص، انا عملت لها ازاحة قبل شوية. ليه انا عايزها في النص؟ عشان انا عايز اعمل النص الاولاني والنص الثاني تلقائيا راح اعمل له نسخ او دوبليكيشن. عايز زي هيك. عايز اجيب شفافية، بتهيالي يمكن مناسبة، وبلش احط البوكس تبعي. راح اشتغل من الفرونت، راح ابلش هاي البوكس تبعي. نيجي نحط بوكس، راح ابلش من منطقة الخصر هنا، راح احط هنا بوكس صغير، واعمل له اكسترود. راح نروح على السايد فيو ونشوف ايش اللي صار عندي. هاي البوكس تبعي واحطه هنا. طيب نظبط العيارات شوية. انا هيك البوكس عايز يكون قدام الصورة، الخطا هنا المفروض البوكس يبين، بس انا عامل على الباك فيو، ما انتبهتش من هنا، والمشهد عندي على الباك فيو. بينفع اعملها دوران للمشهد تبعي او للشغل تبعي، انا هذا بيفرقش عندي، بس انا اقدم لقدام شويه، بصير اشتغل انا على الفرونت فيو. بينفع انا عايز اجيب هذه هان واعملها دوران هيك، انا في الفرونت بينفع اعمل دوران لهذه. هيك شكل صار البوكس هيك ظاهر عندي لو انا بدي اشتغل عليه من دون ما اخفي.
او اعمل خاصيه الشفافيه. طب اوكي نرجع للبوكس تبعنا الجيت. البوكس تبعي راح اعطيه له خامه assign the right material وهي لامبر واعطي له شويه شفافيه عشان اشوف التحتيه، وكل نتفة بقيم الشفافية عشان نشوف المجسم كمجسم، وبعدين بعاود احط عليه شوية شفافية عشان اشوف الجسم اللي تحتي. انا بلشت عملت منطقة الخصر من هنا، وهنا منطقة الخصر مزيوح فانا عايز ارجعها لورا شوي بهيك شكل، هيك تقريبا جاي. وراح نبلش نعدل عليها، يعني المنطقة هذه انا عايزها الفيرتيسيز وعايز ارجعها لورا شوي تقريبا زي هيك، يمكن لو عليتها شوية لها. البوكس عمل له اكسترود، عشان عمل له اكسترود اعلم عليه من هان هاي فيس على السطح، واجي عندي هاي اكسترود. عايز اعمل له اكسترود تقريبا للمنطقة هذه، وهي فيرتيسيز والنقاط هذولا نعدل عليهم ونجيبهم بهيك شكل. نشوف هنا ايش الوضع. لا قال لك هنا احنا عايزين ننزل لتحت شوية عشان في عندنا بعض التفاصيل بدنا اياها تبين. وهي كمان مرة على الفيس، ونيجي نعمل اكسترود طلع لفوق هيك شكل. نتأكد من الزاوية اللي هان، هان في عندي شوية تعديلات الفيرتيسيز، ونرجع لورا شوية، هذا برضه بده يرجع لورا شوية. نكمل هاي الاكسترود، نضلنا نعمل اكسترود، نطلع خطوة خطوة. اكسترود بينفع انا اطلع الاكسترود تقريبا زي هيك، منطقة الكتف عندي راح ترجع لورا بهيك شكل. انا راح اطلع من هنا الكتف لحال. نشوف السايد، ونضلنا نعدل ونشوف ايش اللي صار معي. انا اسيب الباقي وانزل على من تحت اجرب اشوفها. اذا انا عايز اشوف الشغل تبعي بكل بساطة بعلم على الجسم، شوف ايش عملت لحتى الان. هاي اللامبرة خلي اقيم خاصية الشفافية وعص رقم 3 عليه، انا هاي اللي عملته لحتى الان. هذا نص منطقة الصدر اللي على اليمين، نرجع نعمل الاقدام وبعدين نيجي نشوف. عايز من هنا الفيس، ونيجي نعمل اكسترود. نيجي نعمل اكسترود، الاكسترود راح يجي تقريبا بهيك شكل، وهي الفيرتيسيز. بيتهيألي احنا راح نجيبها بهيك شكل، خلينا نعبر هذا شوية هيك. طيب اجي هان في عندنا بدنا نحط شوية خطوط زيادة نعمل تعديل عليها. هات نشوف لو جينا ايدج علمت على الخطوط هدولا ونسيرت ايدج لوب تول. طب خلينا بعدين بنكملها، نيجي نكمل على تحت هنا فيسز. انا علمت على البلان من بالغلط، فهي اوبجيكت، وعشان ما علمش على البلان راح اعلم على التو بلانز وعم احطهم في لاير لحالهم، واقول له هذا اللاير ريد اونلي، عشان هيك ما اجيش معلم عليها بالغلط. اجي اعلم على الفيس من هان، ونيجي نعمل اكسترود. لقيت انا جبت الحركه هذه بالذات هيك بالزاويه، ليه؟
على اساس انه الحركه تبعتي راح تيجي، حركه المفصل راح تيجي على حسب الخط هذا. طيب في انا بس عايز اضيف انا ايدج في المنطقه هذه، سبليت بوليجون تول، حط عايز احط خط هنا تقريبا ومنه اعمل اكسترود اي فيس، وهذا اللي عمله اكسترود. ونيجي على النقاط ونعدل فيها. هيك شكل. كمان مرة اكسترود. وننزل. عايز الاجر هلقيت تاني عدل خلاص هي فيرتيسيز، واخلي هذه الخط اللي عندي يجي عدل تقريبا هيك مستوى. حاجة زي هيك، واحط اكمل شغل، اتأكد من هنا في شي عندي مشاكل. لا في عندي شوية مشاكل هنا، انا عايز هذه النقطة هذه عايزها تيجي في المنطقة تقريبا. نيجي نكمل الاكسود تبعتي هاي فيس، ونيجي نعمل الاكسترود. المنطقة هذا منطقة الركبة، انا راح اجي اضيقها شوية. حرف الجي نعمل كمان مرة اكسترود. يمكن عايز احط لي كمان واحدة اكسترود هي حرف الجي تقريبا هيك شكل. اتأكد من الشقة الثانية يعني. هاي حرف الجي وهي كمان مرة اكسترود. خلينا نعلم على الاجر من تحت فيس، واعمل حرف الجي اكسترود، اطلعه لبرا بهيك شكل. هاي كمان مرة حرف الجي، طلعه بهيك شكل. هذا هو الشكل اللي احنا عملناه. خلينا نشوف لو انا اجيت عملت له تنعيم راح يكون بهيك شكل. هذا النص الاولاني راح يجي تقريبا في عندي نص ثاني جنبه. يمكن انا عايز مثلا القدم ها شايفها شويه رفيعه، لا يمكن عايزه يعرض شويه، بس هذا في الاخير لما احط الجزء الاول على الجزء الثاني. طيب نشوف كيف الاليه او كيف بدنا نطلع الايد. انا عايز الكتف هذا كله يتحرك، عايز هسه انا شويه نعدل على النقاط هذه. عايز خلينا بس ثواني خلي هذه شفافه، اجي على النقاط هذه. عمليا الكتف راح يتحرك تقريبا من المنطقه هذه، حركه الكتف تبعته. لو جينا على المنطقه هذه راح نلاحظ انه الجسم عندي عريض من هنا. هذا لو عملت له اكسترود مش فكرة كتير لذيذة. بنفع انا احط خط هنا، خلينا نشوف فيرتيسيز ايه اسف ايدج، خلينا نحط خط هنا عشان اطلع منه الايد. ونيجي على الفيس من هنا ونشوف لو عملنا له اكسترود. خليها اكسود هيك كويس، بس عايزين نعدل عليها شوي النقاط اللي هنا. انا
نعدل على النقطتين هذولا واجيبهم بهيك شكل تقريبا بهيك شكل. طيب هذه النقاط خلينا نضلنا ماشيين فيها لحديت المفصل الايد من هنا واعملها سكيل بهيك شكل هي المكان بالضبط تقريبا. ونيجي كمان مرة نعملها اكسترود. قبل ما نعملها اكسترود خلينا نشوف السايد فيو تبعها. ممكن هذا عايز اوسعها شوية هان. هذه هيك ونفس الكلام هان. وهي الفيس هذا تبعنا ونيجي نعمل له كمان مرة اكسترود. الاكسترود تبعنا عايزين نجيبه هيك ونعمل له سكيل. بهيك شكل. المرة الجاية المفروض نوصل لمنطقة الكف. الايد واحنا بنعملها المفترض تبقى متنية بس احنا راح نتنيها في الاخر. هاي الاوبجكت مود. طيب انا عايز اعاير عشان اتاكد ما عنديش مشاكل. طيب نيجي لمنطقه الرقبه. خلينا قبل ما اعمل الراس خلينا ارجع الاوبجكت مود و اقيم خاصيه الشفافيه منه ونروح على البروكسي. وينك يا بوليجون بروكسي؟ عايز على محور ايش انا الجسم تبعي؟ على محور عايزها هاف عشان يجيب لي نص الجسم تبعي على محور الاكس. وين راحت؟ لا عالشقة هذي اللي عمل تراجع. خليه ياخذ التنعيم من الشكل اللي عندي ونعاود نقول له ترانسبيرانسي مش عايز. وهاي الجسم تبعي تقريبا زي هيك. هاي انا لو عصيت هذا على 3 راح يصير الجسم عندي بهيك شكل. المنطقة هذه مبينة مش لاحمة ومبينة نصين عندي عشان التالي. كان مفترض انا عندي النقاط اللي هان اللي فيها التحام مع الجزء الثاني لازم اقيم المسطحات اللي هان. فهي راح اعمل ديليت ونعمل كمان مرة بروكسي. تقريبا بهيك شكل. وهذا انا اعمه راح يصير الجسم عندي بهيك شكل. تقريبا بهيك شكل. ضايل نطلع الراس ونعدل بعض التعديلات او بعض المشاكل الموجودة عندنا. عريض هو شايفين والله ايش وضعه؟ يعني عريض من هنا يمكن من فوق عريض ومن تحت شايف الاجرين ارفاعا شوية. ماشي. لو انا عجزت هنا F2 ببين الجسم الاثنين قدامي واي تعديل على الاولاني لو انا على افتراض عدلت مباشر الجسم الثاني هيك صار فراشه ما شاء الله عليه. طيب نيجي نشوف ايش بنسوي في الراس. خلينا نشوف الراس. انا لو عايز ايدج بنفع اعمل تقاطع زي هنا. خليني اعلم على كل الخطوط اللي هان. لا كنترول زد. خليني اروح على الفرونت ونعلم على كل الخطوط اللي عندنا هان تقريبا. واعملها تقاطع اعملها هنا
insert edge loop tool. insert edge loop tool. يبدو انه راح يعمل لي اياها على نصين. طيب هيك كويس. واجي على المنطقة هذه نفس الكلام. insert edge loop tool. يعني هو مش قادر يستوعب انه يكمل الاماكن، راح اضطر اكملها لحالي. عايز اوصل هذه مع هذا، وهي انتر من ورا نفس الكلام. من ورا ما عمليش انسيت ايدج لوب تول. طيب خلينا ايدج نكمل نفس الكلام. انا عايز اوصل الاجسام كله، بمعنى اخر اللي انا عايزه اقطع الجسم كله بخط. تاليك صار كله موجود الخط فيه. انا صار في عندي مكان بقدر انا اطلع من عنده الرقبة، فهي راح اجي على الفيس واعاود اظهر الجسم تبعي، وراح اعمل اكسترود من المنطقة هذه. منطقة الرقبة تقريبا، بس انا عايز الجسم تبعي يكون شفاف. هاي النقاط vertices، ونيجي نعدل على النقاط تبعتنا. هيك شكل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا مبين منفصل بكل بساطة، لاني انا ممحتوش. شوف السايد فيو عندي، هاي الرقبة اللي عندي، وعليها راح يجي نحط الراس. عليها راح نيجي نحط الراس. الراس مش موضوع شغلنا في التحريك الحالي، يعني احنا مش راح ناخذ الراس عندنا في الاعتبار، كيف افتح التم، كيف احرك العينين، موضوع تاني. بينفع بعد ما نخلص نعمل المجسم ونحركه نعمل راس، ونشوف كيف بدنا نحرك الراس وكيف بدنا نحرك ملامح الوجه. ففي عندي حلين. خليني بنفع انا بكل بساطة اجي اخذ الامور ببساطة. عندي فيس، واحاول اعمل اي اكسترود يعمل لي منظر راس، يعني مش ضروري يبقى دقيق، لكن يعمل لي شغلة مشابهة او تحل. فهنا راح نيجي نشوف اي اكسترود مثلا على افتراض. مثلا حرف الجي، يعني اي راس. ايه هذا مدقة مش راس. ماشي، اي حرف الجي. هاي الفيرتيسيز نصغر من هنا. واخر مره اكسترود. من حرف الجي نرفع لفوق شويه صغيره. هيك شكل. يعني انا هيك الخطوط كلها او النقاط كلها الجاية هنا ملهاش دعوة كتير. انا راح اجي اعرضه شوية، يمكن انا عايزه من هنا يعرض الراس شوية. طيب خلينا نشوف. هذه البروكسي مبدئيا، او خليها
لسه في منطقة الرقبة. نزغر بزيادة راح يبقى في عندي شكل زي هيك. إذا احنا عايزين نعدل بزيادة خلينا أجي على الأرقام هنا فيسز ينفعنا أضيق هذه شوية لهان هذه زي هيك. يصير عندي الوجه تقريبا حاجة زي هيك. أنا مش راح نحط معالم للوجه كتير، هاي الجسم تبعي تقريبا بده شوية تصليحات، بس خلينا ناخذ آخر شغلة وبعدين بس نصلح براحتنا. ضايل بس نعمل الإيد أو الكف وبعدين بنخلص منه. الكف في الغالب راح أعمله بالطريقة زي هذا، راح أروح أشقل لحالها. خلينا نيجي على الفروند على التوب وراح أجي تقريبا هاي بوكس. البوكس تبعي هذا خلينا نيجي نحط شوية خطوط عليه. خليها خطين على افتراض. هنا انا عايز ولا واحد، هنا انا عايز ثلاث خطوط، لا هم اربع اصابع. هنا راح اطلع واحد اثنين ثلاثة اربع اصابع، ومن هنا راح اطلع تسعة. طيب معناته مبدئيا خلي هذول الخطين ونيجي نضغط هذه شوية. ومن هنا راح اطلع الاصبع الكبير وهنا الاصابع الاربعة. عشان اطلع الاصابع الاربعة بروكسي بوليجون كيب فيس توجذر اقيمها عشان كل اصبع يطلع لحاله. وراح نيجي على الفيسز اللي هنا نعمل اكسترود. اعمل شوية سكيل عشان يبين كل اصبع لحاله. هاي كمان مرة حرف الجي، هاي كمان واحدة، هاي اللي برضو راح اعمل سكيل صغيرة، هاي كمان حرف الجي. هذا كل هذا أصابع من جد. طب خلينا نعمل تراجع، طوال الأصابع كتير. هاي فيسز، خلينا أعمل لك نعمل إكسترود مرة واحدة لكل أصابع الإيدين وبعدين أنا أقطعهم براحتي. وبعدين أنا أجي أقطعهم. احنا نيجي نعص رقم ثلاثة وهدول دبابيس ماشي. هنا انا عايز راح اضطر اجي احط علم على خطوط ايدج، انسيرت ايدج لوب تول. انسيرت وينك انسيرت انسيرت ايدج لوب تول. راح يعمل لكل اصبع لحال. ماشي ماشي والله مش ماشي ماشي. هاي هيك قطعنا هاي الاولان. نيجي للاصابع التانية، هذا الاصبع المفروض يبقى زي هذا تقريبا قريب منه نفس الطول. هذا المفروض اصبع طويل. وهذا المفروض الاصبع الصغير تبعنا. راح امسك الاصابع وبلش ازغر فيهم اعملهم سكيل على حسب المنطق المعمول فيه. هاي فيرتيسيز
شوية صغير زي هيك. يعني هي اللي هيك وضع الاصبع الاولاني، الاصبع الثاني سيبه زي ما هو، الثالث هذا اطول من هذا بشوية صغيرة. تقريبا زي هيك، هذول النقاط بنفع ارجعهم لورا شوية. هيك شكل هذا الاصبع الصغير. هيك شكل بدأ يطلع طويل زيادة عنه. هيك شكل الأصابع. والله ايش رايكو شكله؟ طيب خلينا نعود نعدل عليهم اذا في عندنا مشاكل. اجي اعمل منطقة الأظافر هذا عشان بين عنده أصابع. راح نبلش بالاصبع، هذا راح اجي على ايدج، انسيرت ايدج لوب. هيك شكل. بعدين نيجي على الفيسز، نيجي نعمل اكسترود صغير هنا. علمت بالغلط على هذا اكسترود. مرة اكسترود وكمان حرف الجي، وتاني مرة اكسترود بس لتحت. بهيك شكل. وامسك الخطوط هدول ايدج وانزلهم لتحت شوية صغيرة. نمسك هذا الأضفر، المفروض هذا الأضفر، وعمل له اكسترود نشوف ايش اللي صار عندي. يعني هيك شكل. ايدج خلينا طيب خلينا اطبق الكلام هذا كله على باقي الاصابع اللي عندي. راح اجي خلينا نحفظ شغلنا، هي فايل سيف سين از سطح المكتب كاركتر. نيجي على الايدج ونكرر نفس العملية لكل الأصابع. insert edge loop tool، بعدين نيجي على الفيسز، اعمل تنتين اكسترود، واحدة اعملها سكيل، بعدين حرف الجي، الثانية انزلها تحت شوية صغيرة، وبعدين اروح امسك الخطين اللي عندي هذولا edge وانزلهم لتحت. واروح على الفيس اعمل له اكسترود. نفس الكلام على اللي بعدين. انسيرت ايدج لوب تول فيس، علم عليه تنتين اكسترود. اكسترود اول واحدة اعملها سكيل، تاني حرف الجي وانزلها لتحت. امسك الخطين اللي قداميات هدول ومالهم، انزلهم لتحت.
واعمل لهذه المنطقه هذه الفيس اكسترود، هي اخر واحد نسيت ايج لوب تول فيس اكسترود حرف الجي كمان مره اكسترود، امسك الخطين تبعوني وانزلهم لتحت شويه، وهنا اجي فيس واعمل له اكسترود. هيك شغلات نشوف لو صار رقم 3 يعني مش سيء كتير. راح اجي انا اتني الاصابع الا اذا انا شايف، خلينا نعمل بس اخر اصبع بعدين ابلش اعمل انحناءات في الاصابع. نطلع الاصبع تبعنا من وين؟ من هنا والله، من هنا من هنا قلنا فيس اكسترود عادي زي هيك، نعملها سكيل نعلم على الخطوط اللي هنا ايدج، ونحط المفصل اللي هنا انسيرت ايدج لوب تول، الاصبع هذا يا اما هو كبير يا اما هو رفيع. فيرتيسيز انا رايي انه لو يطلع من هان يمكن احسن، هان مسافة كتير كبيرة، يا اما المسافة دي كلها نقربها زي هيك، انا شايف المسافة دي كبيرة. طيب حتى المسافة اللي هنا اجي زي هيك، خلينا نجي نكمل. وهنا راح احط كمان مرة insert edge loop tool ونيجي على الفيس اللي هنا نفس الكلام، نعمله تنتين اكسترود حرف الجي ونزل لتحت شوية، ونيجي على الخطين تبعونا ونزل لتحت شوية، وهي الفيس تبعتي وطلعها من هان، وهي حرف الجي وطلع الاكسود تبعنا. الايد هذه بس انا عايز اتني الاصابع شويه، راح نيجي مثلا على الفيرتيسيز ودول الاصابع نعملهم دوران. ايش هيك بخوفوا؟ بحيث ان هذه فقرة لما اجي احط العظام احط فقرة، وهنا هو في خطأ، انا عايز هذا أتني وهذا أتني من هان وهذا من هان، نبلش هذا
هذول عايز اتنيهم. خلينا نيجي واعمل دوره هيك شكل وعاود انزلهم لتحت. انا من اجي احط راح احط عظمه هيك. ماشي، هاي الايدين تبعوني، وبعدين بنحط عليهم العظام تبعونا. ضايل اظبط الايد من تحت. اوبجكت مود الاصبع الكبير هذا. هاي الاصبع الكبير ضايل اطلع الايد من هان. اوبجكت مود قبل ما اطلع الايد خليني اجي للجسم اللي عندي هنا. هذا لحتى الان عندي مربع صحيح؟ عدي بكمل. طيب اعلم على هدول هاي فيسز واعملهم اكسترود صغيره واضم. اسف، نجيب خاصيه كيب فيس توجذر ونفعل خاصيه كيب فيس توجذر واعمل اكسترود شويه. هيك شكل. قلت المشكلة ان انا عايز الحم الايد هدي او الايد تبعتي او الكف تبعتي بالذراع الاصلي. ففي انا عندي هاي مربع 2 3 4. انا عندي قديش؟ واصلا عنديش الا مربع واحد، فانا اصلا مربع واحد لا يكفي هو. فأنا عايز أضيف هنا مجموعة من الخطوط أو أحور عشان يجي عملية لحم صحيحة عندي. الشخصية اللي عندي أنا عايز أضيف خطوط، راح أضيف خطوط كالآتي. أنا عايز خط يجي زي هيك يقطع الإيد عشان يملكني بالإيد إذا بدي أطلع عضلة أو ما شابه. فأنا عايز أحط خط يدور حوالين الشخصية من هان. باي إنسيرت إج لوب تول بهيك شكل. كمان عايز احط خط هيك، وهذا الخط انا عايزه. انا عايزه ليش؟ عشان اقدر اتحكم في القدم كمان، دوران القدم، مدى دوران القدم. فانا عايز احط خط عام في المنطقة هذه. اعلم على الخط هذا. وراح اعمل له insert edge loop tool. مش مشاكل. insert edge loop tool. هيك هدول الخطوط انا عايزهم. انا عايزهم عشان اعمل اتحكم في دوران الايد ودوران، وهذا عايزه ان تتحكم في دوران الصدر او ارتفاع الصدر وانخفاضه. فهو ماشي مع حد يعني. الكلام هذا كله انا عايزه في شغلي. هنصر في عندي 4 مربعات عشان الحم فيها مع الايد. الايد ايش انا عندي؟ اللي هتيجي جنبنا بدل ما ضلنا نروح. اوبجكت مود كل هذه الايد. والله هذه الايد تقتلها للشخصيه تبعتنا. يعني احنا لو جبنا الايد زي هيك وخبطنا عليها قلت لكم بتضلها عايشه. طيب الايد تبعتنا نعملها سكيل موديفاي سنتر بايفيت وهي سكيل.
طيب اللي هيك حجمه صار مناسب تقريبا. حجم مناسب عنده. اول شيء هي كنترول دي بحط واحدة على شقة عشان يمكن نعوزها في شغلة. ونيجي نتأكد هنا ان عندي حرف الاف هن في عندي 1 2 3 4 بينما هن عندي قديش 1 2 يعني اي نقطة 2 3 4 5 6 7 8 هنا النقاط اللي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب خليني في عندي الحلين يا اما اعمل اكسترود صغير والحم منه او اجي عند هنا واجعل فيرتسيز وادمج النقاط اللي هان مع اللي هان. راح اجي هنا ميرج فيرتسيز وادمج هذه مع هذه وهذه مع هذه. الايد تقريبا ما تاثرتش وهات نشوف. بدناش يصير عندنا خلل في الموضوع الربط هذا. كيف؟ طيب انا عاود غيرت رايي وراح اروح على النقاط اللي هنا فيرتيسيز وعايز ادمج هذه مع هذه هذه مع هذه هذه مع هذه وهذه مع هذه. صار عندي 1 2 3 4 5 6 اقل من موجود هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني. بس هي راح تيجي في عنا خلل انا متاكد وان شاء الله ما بيجيش عنا خلل. قبل ما اعمل الكلام هذا هي فايل سيف سين از كاركتر 02 وهي الفيس اللي عندي هي ديليت ديليت. وراح نيجي على الفيسز اللي هان وهات نيجي نربط. قبل ما اربط عايز ايش؟ اخلي الجسمين جسم واحد صح؟ راح اعلم على الجسم هذا والجسم هذا واجي اقول له بوليجون مش كومباين. صار الجسمين جسم واحد ضل اني انا اربط بينهم. راح اروح على الفيرتيسيز وعلى خصائص الفيرتيسيز واقول له انا عايز اربط. اللي عملناه عودنا عملنا تراجع عن الشغل تبعنا وهنا دمجت الخطوط مع بعضها واجيت علمت على كل الخطوط راح اعمل له انسيرت ايدج لوب تول بهيك شكل. بعدين بعدين راح اجي على الفيسز اللي عندي زد. راح اجي على الفيسز اللي عندي هذه واعملها ديليت. هيك بتهيألي هذه صارت مهيئة تماما انها ترتبط بالايد اللي عندي. هذا راح اعملها ديليت. انا راح اجي على الاوبجكت مود اعلم على الايد تبعتي اقربها عشان اعمل عملية اللحم. وبعدين راح اعلم على الجسمين مع بعض مش كومباين. وراح نيجي ندمج هاي فيرتيسيز وميرج فيرتيسيز. هلقيت هادي مع هادي هادي مع هادي. وهادي تقريبا مع هادي هادي مع هادي وهادي مع هادي.
اوبجكت مود رقم 3 نعلم على الجسم تبعي. هي صارت الايد اللي عندي موجودة بهيك شكل. هذه المنطقة يمكن بدها شوية تخصير. vertices edge، خلينا vertices، خلينا ارجع على رقم 3. لو عملت انا سكيل تهيألي كويسة. كان المفترض انه الايد يبقى فيها شوية انحناءات احسن من هيك، بمعنى اخر خليني لو انا علمت على النقاط اللي هنا ورفعت الايد، هي رقم 3 عشان اشوف شوية من هان، وهنا عايز ادخل شوية تجاعيد او شوية تجوف في الكف يعني هيك شكل. راح نلاحظ انه في البروكسي ما تحدثش الكلام هذا عندي، فاحنا بكل بساطة بمحيه وبعمل بروكسي ثانية بنلاقي الامور معنا فيش مشاكل. بروكسي انا بحب يبقى نص هيك، بينفع اللي حاب يجيبه كامل بقدر يجيبه كامل، يعمل بدل الهاف يعمل فل ويجيبه كامل. هي الشخصية تبعتي، هي اللي انا حكيته انه انا عايز اعمل تجويف. هنا بتحس انه المفروض المنطقة الاقدام دي كلها تبقى ما تبقاش حادة كتير، فانا اوريدي حطيت خطوط هنا ايدج، راح اعلم على الخطوط هذه كلها. ونحاول نطلعها شوية لبرا. هيك شكل. نفس الكلام للخطوط الأمامية هذه. طلعها لقدام شوية عشان تبقى القدم أكثر استدارة يعني. نفس الكلام خطوط المنطقة الصدر هذه بينفع أنا أرجعها لورا شوية عشان يعطيني شعور انه الجسم مستدير شوية، جاي بدوران ما يعطينيش حفة. هان بنفع نفس الكلام على المنطقة هذه. طب احنا الشخصية تقريبا تبعتنا هيك صارت. المحاضرة الجاية راح نبقى في نقطة صغيرة ضايلة، انه منطقة الايدين هذولا انا عايز اتنيهم ايد فيرتيسيز، يعني هذا الكلام كله انا عايزه بهيك شكل زي ما حكينا، عشان يبقى في عندي انحناء لما اجي احط العظام احط من هان، وبعدين يبقى عندي مفصل تاني. الاقدام مش قضية، اللي بفعل لما اجي احط العظمة احطها هنا بميل هيك وعاود ارجعها، وبالتالي مش ضروري ان انا اعمل انحناء في الاقدام بالنسبة للشغل تبعي، بس الايدين فيها انا عندي ضروري. كمان الايدين هذا نقطة واحدة او خط واحد بكفيش، فاي ايدج وراح اعمل له هذا بيفل واقسمه ل حاجة زي هيك، مجموعة من الخطوط. هذا تشوه مش قضية عندي، بعود اعمل بداله وطلع واحد بداله عشان يبقى في عندي مرونة في الانحناء. ونفس الكلام بالنسبة لمنطقة الركبة هذه، راح اعملها بيفل، منطقة الاوفسيت اسف
منطقة الأوفسيت هيك شكل، عشان ما يبقاش في عندي تعمل لي زاوية لما أتني. أخلي الجزئية الخطوط اللي فوق تابعة للقدم اللي فوق، والخطوط اللي تحت هذا الخط اللي تحت تابع، وهذا في النص هو اللي يصير في عنده منطقة الانحناء. هذا إن شاء الله بنشوف في المحاضرة الجاية، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.